السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ النهاردة هصور موديل جديد لشنطة المعالق، تركي. قدامنا اهو، تمام. الشنطة شكلها على الكرتونة، 130 قطعة، 3 ملي، 130 قطعة اهو، 3 ملي السمك بتاعها. موديل المعالق، انا اخترت ان انا اصور معاكم الموديل ده، بيكون معاه 10 سنين ضمان. هفتح الشنطة ووريها لكم من الداخل. بسم الله توكلنا على الله. هي نظام كوميدينو، ده شكل الشنطة من فوق، 3 درج. بسم الله، أول درج، التاني، التالت، 4 رجلين قدامنا من الاجناب، وداير ما يدور. بحاول ان انا اصورها عشان تشوفوها. المقبض ذات نفسه رقيق شيك جدا. الشنطه دي سيلفر، بمعنى اصح اللون الفضي، ما هيش داخلها لون ذهبي، لان في كتير اللي عايز شنطه تكون فضي مش داخلها ذهبي. المنتج ده خامته ممتازه يا جماعه. المنتج ده كمان فيه ميزه كويسه جدا، ان المعالق الكبيره والشوك الكبيره بتاعتنا 24 قطعه مش 12 قطعة. هنبدأ نفتح الشنطة ونشوف ال3 درج دول شاملين ايه بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بالتفصيل ونسمي بسم الله معايا كده لو سمحت يا خالد. ده اول درج، طلع الدرج خالص كده معانا، ونبدأ نشوف اول درج كده على الطبيعة قدامنا. طلعناه من الشنطة عشان نشوفه. اختبار المغناطيس معانا، المغناطيس كان هنا لو سمحت. اول حاجة هنشوفها قبل اي شيء بنختبر المغناطيس، او ادي المعلقة ما شبكتش معانا. هتشبك معانا ايه؟ اكيد السكينة. ادي السكينة اهي شبكت معانا، قلنا لان لازم يكون فيها نسبة حديد عشان تقطع معانا الاكل، لكن اي حاجة تانية ما بتشبكش، تمام. طب نبدأ نشوف تفاصيل المنتج. صح، اولا احنا قلنا هي 130 قطعة، عبارة عن 12 ما عدا المعلقة الكبيرة بتكون 24 معلقة، والشوكة الكبيرة بتكون معانا 24 معلقة. طب نشوف التفاصيل بتاعتها معانا. ده شكل الموديل اللي قلنا اخترناه، عبارة عن فضي كله مط قدامنا اهو. شغل رقيق جدا جدا وبسيط. ظهر المعلقة مكتوب ايه بقى في ظهر المعلقة؟ نشوف اهو، مش مكتوب عليها انها تركي، تمام، لكن مكتوب معانا في ظهر المعلقة انها ستانل ستيل 18/10. وده اللي يهمني في اي منتج كان، لا هيهمني تركي ولا هيهمني صيني ولا هيهمني الماني ولا ايطالي. اللي بيهمني اهم شيء انها ستانل ستيل 18/10، وما بيلزقش فيها المغناطيس، يبقى هي صحية جدا للاكل. يعني سواء انا خدتها لمشتي سواء خدتها لاستعمالي، فهي صحية فوق ما تتوقعوا، تمام. وكمان الميزة 24 معلقة في الكبيرة و24 شوكة، ده ميزة حلوة جدا في الشنطة. 130 قطعة، عايزين اكتر من كده ايه؟ يعني بسم الله ما شاء الله، خامة ممتازة. نبدأ نشوف شكل الشوكة. الشوكة قدامنا اهي، تفاصيل دقيقة جدا، بحاول ان انا اجيبها لكم مع الخامات الممتازة اللي ما فيش كلمة تتقال بعدها. ده معلقة بتاعت الشاي، يبقى كده قدامنا اهو المعلقة الكبيرة، معلقة الشاي، الشوكة الكبيرة، السكينة. وهنشوف باقي التكوين في الدرج التاني. ده اول درج، حط الدرج يا خالد وطلع لنا الدرج التاني نشوف تفاصيله. الدرج التاني هنشوف معانا فيه ايه. بسم الله، المعلقة دي طلعها كده من الشنطة لو سمحت. منها كام قطعة؟ منها قطعتين، شايفين الشكل العوجة دي مميزة جدا. دي منها قلنا قطعتين في الطق، قدامنا هما القطعتين، هذا أول قطعة ودي التانية. نشوف باقي التكوين. المعلقة دي منها كام يا خالد؟ ستة. مفيش معلقة، لأ تقصد 12. 12 اهي. المعلقة دي منها 12 معلقة صغيرة وطويلة،
حسب رغبتكم. دايما تقولوا عايزين المعلقه الطويله، جبناها لكم اهي برده داخل الشنطه. الشنطه دي بيبقى المعلقه دي في منها 12 قطعه، شايفين رقه الرسمه. طيب تمام، معانا ايه كمان؟ معانا دي اللي هي مغرفه الرز، منها كم قطعه؟ قطعه اثنين أربعة. ثلاثة أربع قطع، بسم الله ما شاء الله، منها أربع قطع. ليه؟ عشان نغرف ونتوسع. مهتمين احنا بقى، ما أهم حاجة عندنا الرز، احنا الشعب المصري بقى. تمام، شيالة التورتة أو الجاتو أو البيتزا تكون كم قطعة؟ واحدة. اتنين ماسك وماسك، ماسك برضه اهو معانا، ماسك منه اتنين. طلع لي كده واحد منهم مخالي. ده الماسك بيكون معانا عدد اتنين ماسك زي ما احنا شايفين. اول الرسمة برضو بتاعت المقلاه على الماسك داير ما يدور. السكينة بتاعت الديك الرومي بيكون معانا واحدة في الطقم، الشكل قدامنا اهو، بتكون سكينة واحدة في الطقم. والشوكة الكبيرة بتاعت برضو الديك الرومي بيكون معانا واحدة في الطقم. احنا علينا الشوكة والسكينة وانتوا عليك الديك الرومي. يلا بقى عايزين نتغدى. الدرج التالت طلعته برضو عشان ان انا اوضحه لكم، في عبارة عن ايه يا خالد؟ بقيت الشوك والسكاكين، معلقة الشاي، هاتلي كده معلقة الشاي، عبارة عن 12 معلقة كمان صغيرها قدامنا، 12 معلقة معانا. القهوة كمان معلقة قهوة، يلا 12 معلقة قهوة كمان أصغر. بسم الله ما شاء الله، تكوين تحفة بجد. وجميع مقاسات مغارف الشوربة، جميع مقاسات المغارف. ازاي؟ دي معانا قطعة، تمام، ودي قطعة كمان اهي، ودي قطعة كمان، يبقى ثلاث مقاسات من المغارف بتاعت الشوربة. معلقة كبيرة، معلقتين كبار، ومعلقتين الكبار بتوع الرز دول، غير المعلقتين الرز الكبار قوي دول اصغر شويه، بيبقوا اتنين هما معانا. تمام، ومعلق الرز قلنا 24 قطعه اللي احنا هناكل بيها. معلق الرز اهي 24 قطعه، لا ما هم 24 قطعه هم مع بعض. تمام، ومعانا الشوكه دي برضو بتكون 24 شوكه، يعني عزمي بقى حبايبك كلهم معاك 24 قطعه من الشوكه والمعلقه الكبيره. وكده كنا استعرضت لكم 130 قطعه مع شنطه المعالق التركي ستانلس ستيل، خامه ممتازه ستانلس 18/10، نظام الكوميدينو. قدامنا الكوميدينو اهو، قلنا بالاربع رجلين هما، خامه ممتازه ممتازه ممتازه. اي طلبات احنا طبعا زي ما احنا قلنا بنشحن للقاهره واسكندريه والمنصوره والمحله والمنزله ونبروه، الاماكن دي كلها. اللهم صل على النبي. ولو اي عنوان يبعته لي على رقم الواتساب هقول لك متاح ولا مش متاح. رقم الواتساب 010-1984-2696. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل اي حاجة برضو هقول لكم ان احنا هنا معرض كريم للادوات المنزلية بدمياط، باب الحرس، مستشفى الجلدية، صيدلية الجمهورية، تاني شارع بعد الصيدلية بجوار قصر الفرج، وكرات للاساس. السلام عليكم.